أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا أبا القاسم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني، صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، مرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع افتتاح الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أعاد للمساجد ريادتها في نشر الفكر الديني الوسطي، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. مستمعين الكرام، يحاضر معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة أستاذين شيخين كبيرين جليلين، الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومولانا فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وجدير بالذكر، يحضر معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ومولانا فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة. إخوة الإيمان والإسلام، اسمحوا لي أن نعطر آذاننا في مطلع هذه الليلة الطيبة المباركة مع مولانا فضيلة الشيخ خالد الجندي، والحديث مع حضرته ذو ثجون عن قيمة الوطن، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين القائل له ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ بالحمد لله وبالشكر وبالفضل والإحسان. الشكر لله تبارك وتعالى على تفضله وإحسانه أن قيض لنا من يمكننا من قولة الحق في مساجد الله وفي بيوت الله، وأن ترتفع ألسنة العلماء بالذكر. فأخص بالشكر السيد الوزير مختار جمعة، الذي مكنه الله عز وجل من أن يفتح مساجد الله عز وجل بإذن من الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا شرف ما بعده شرف، خاصة أنني أجلس في حضرة السادة العلماء الأجلاء الأكفاء، لهم الدعاء والثناء ولكم الدعاء والثناء، وغفر الله لنا ولكم. فإذا انتقلنا إلى الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه، وهو موضوع الوطن. موضوع الوطن
هو موضوع الدين، لأنه لا يوجد دين بغير وطن. الوطن هو المكون الأول لنعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان. بلا وطن لا دين. اسمع في سورة قريش المولى بيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت، هذا البيت مكان، هذا المكان حقق لقريش حاجتين اتنين. فليعبدوا رب هذا البيت، هو يتحدث عن مكة المكرمة كرمها الله. خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى تكلم في مكة انه حقق فيها امرين. الامر الاول الامن، الامر الاول الاطعام، الغذاء، الكفاية، المؤنة. الامر الثاني الامن. فربنا بيقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم وامنهم، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فاذا كان المولى تبارك وتعالى يمن بهاتين النعمتين، يبقى سلب هاتين النعمتين عقوبه ونقمه. يبقى النعمه ايه اللي انت لازم تعبد ربنا وتشكره عليها؟ ايه؟ نعمه المكان ونعمه الطعام، نعمه الامن ونعمه البركه والغذاء. لذلك المولى تبارك وتعالى قال الذي أطعمهم وآمنهم. طب لو شلت واحدة من الاثنين، لو شلت واحدة من الاثنين، لو وجدت وطنا بلا طعام أو وجدت طعام بلا وطن، كلاهما نقمة وعذاب ولا قيمة له. لذلك المولى تبارك وتعالى بيقول في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظر إلى تأكيد القرآن على معنى الأمن. الأمن أن تكون معافاً في وطنك وبدنك. هذا الكلام أظنك الآن تستطيع أن تدركه من الأحداث الجسام والمصائب العظام والكوارث المدلهمة التي أحاطت بالأمة في دول الجوار، خاصة دولة فلسطين، وما حدث في غزة الذي نراه الآن بأم أعيننا يدلك على أن كارثة الكوارث إذا اعتدي على أمنك، وإذا سلب وطنك، وإذا أخذ رغيفك، وإذا سقطت لقمتك، وإذا ضاعت مهابتك. لذلك المولى تبارك وتعالى كما في محكم كتابه وبديع تنزيله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. يعني سيدنا إبراهيم يعلم تماما أن الرزق الثمرات لا قيمة له إذا لم يكن هناك أمن في الوطن. هل فهمتم الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في في بلده أو في وطنه، معافا في بدنه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. لما تسمع آمنا في سربه يعني في وطنه، يعني في بلده، يعني في مكانه، يعني في موقع الذي هو فيه. إنك تبقى نايم في حالة أمن وسكينة وهدوء، هذا الكلام لا يتأتى إلا بنعم الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لا يتأتى إلا بعطاء الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف معنى النعمة ستجد أن النعمة فيها أمن. أي شيء صحتك كويسة وما فيش أمن يبقى ما فيش عندك نعمة. صحتك معتلة وعندك غذاء يبقى ما فيش نعمة. صحتك كويسة، صحتك جيدة وعندك غذاء وما فيش وطن يبقى ليست عندك نعمة. يبقى النعمة في وجود الوطن، في وجود الأمن. انت عارف يعني ايه وجود الوطن؟ لما ربنا سبحانه وتعالى في حدوده وفي تشريعاته في شرع الله وجدنا انه سلب الوطن عقوبة إلهية تستخدم في الحدود. اسمع الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الإيه؟ من الأرض. أنت خدت بالك من كلمة أو ينفوا من الأرض؟ يعني يطردهم من المجتمع، يطردهم من الوطن. يبقى الطرد من الوطن ده شيء صعب، تتألم له النفوس وتتقطع له نياط القلوب وتهتز له الأفئدة وتضطرب له ويضطرب له الوجدان. ده ربنا لما بيكلم بني إسرائيل، يعني شوف الصهاينة، الصهاينة دول نفس الخطاب اللي تكلم لهم لأنهم نفس السلالة. يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يعني هو المولى تبارك وتعالى، يعني سبحان الله، والله القرآن فيه إعجاز لا يتخيله عقل. القرآن تكلم عن هذه الحالة، يعني هؤلاء الناس ديدنهم إخراج الآمنين من أوطانهم، أسلوبهم الاعتداء على الأوطان، هذا الكلام في دمائهم من اللحظة الأولى. يا أخي القرآن من اللحظة الأولى بيقول لك السلالة دي كده، هم أسلوبهم الوحيد إخراج الناس من الأوطان، الاعتداء على الأوطان، التجاوز في حق الأوطان. فتلاقي القرآن بيقول كده بالنص، وربنا بيقول وإذ أخذنا ميثاقكم، تعملوا إيه؟ لا تسفكون دماءكم، سفك الدماء، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني كان بنو إسرائيل في بداياتهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عصر النبي أقصد، بنو قريزة وبنو قينقاع وبنو النضير، البنو قريزة وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا يخرجون بعضهم بعض لمشاجرة ليست تبعهم وليست لهم. إذا وقع الأوس مع الخزرج في حرب، بنو قينقاع وبنو النضير، بنو النضير وبنو قريظة ينضموا للخزرج وبنو قينقاع ينضموا للأوس، ويبدأ بنو إسرائيل اللي هم اليهود، يعني اليهود، يقاتلوا بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. وعاوزك تاخد بالك من حاجة، انتبه ليها أو في القرآن، القرآن دايما بيكلم بني إسرائيل بضمير المخاطب. خدتوا بالكم من النقطة دي ولا لا؟ دايما يعني غالبية آيات القرآن لما بيجي يكلم بني إسرائيل ويعاتبهم على أمر أي يوبخهم على أمر، في أغلب القرآن يكلمهم بضمير مخاطب، حتى لو كانت الأحداث حصلت من مئات السنين. يعني لما يجي يقول لهم إيه وإذ قلتم يا موسى، قلتم يبقى بيكلم مخاطب. اللي بيقول لهم وإذ قلتم دول هم ما قالوش يا موسى لن نصبر لك، لن نصبر على طعام واحد. يعني اللي قالوا هذا الكلام ماتوا من أكثر من مئات السنين، ماتوا. أمال ربنا بيقول وإذ قلتم يا موسى كذا وكذا، وإذ نطقنا بكم الجبل، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ وقتلتم نفسا فادارأتم فيه. القرآن بيكلمهم ليه بضمير مخاطب؟ عارف ليه؟ لأن بنو إسرائيل اليهود كلهم ملة واحدة، شكل واحد، طبعة واحدة، نمط واحد، أسلوب واحد. اللي كانوا أيام سيدنا موسى هم اللي كانوا أيام سيدنا محمد، هم اللي موجودين النهاردة، لا فكاك ولا خلاف ولا تغير. هم بجدلهم، بنكرانهم، بقتلهم أولياء الله، بسفكهم للدماء، بفتكهم بالأوطان، باعتدائهم على الآمنين، بإزهاقهم للأرواح، باستهتارهم بالقيم، بنقضهم للمواثيق، بنكثهم للعهود، بنشرهم للفسق، كلهم هم بلا تغير. لذلك القرآن لما بيكلمهم يقول لهم وإذ قلتم وإذ فعلتم وإذ دخلتم، وأي كل ما يخاطبهم بالقرآن بلغة الخطاب يدلك على أنه يتحدث عن أمة فاتت بضمير المخاطب
لتكرار الطباع كما هي بغير تغير وبغير تحول. شيء عجيب. لذلك القرآن الكريم في كل آيات بني إسرائيل مش بيحكيها علشان تكون مجال تسلية، لا، هو القرآن بيقولها علشان يجهزنا إحنا ويعرفنا طبع العدو وإسلوب الصهاينة وطريقة هؤلاء الناس التي لم ولن تتغير بأي حال من الأحوال. إياك أن تظن أن أخلاقهم ستتحسن أو طباعهم ستتحول أو أسلوبهم سيتغير أو سيرزقون إيماناً لا أبداً. هؤلاء الناس هم الذين تطاولوا على الأنبياء وتجاوزوا في حق الكتب السماوية وكانوا مثال ونموذج للنكوس وعدم الالتزام من اللحظة الأولى. يا راجل، ده يوم ما قال لهم إن إحنا حنمشي بكرة نخرج ونهرب، لما سيدنا موسى قال لهم يلا اخرجوا معاه، ده كان في رسالة موسى بيقول لفرعون أن أخرج معي بني إسرائيل ولا تعذبه. فالمفروض إن هم بينجوا من مع موسى من إيه؟ من عذاب، لأنهم شكوا، لأنهم اشتكوا من إيه؟ من تعذيب فرعون. ليلة الخروج سرقوا المصريين، ليلة الخروج سرقونا وهم خارجين مع نبي وهم هربانين إكرام من الله ليهم عشان ينجيهم من فرعون وجنوده. سرقوا فلوسنا، سرقوا أموال المصريين. اسمعوا المعلومة دي من القرآن الكريم نفسه. علشان كده لما غاب سيدنا موسى عنهم 10 أيام إضافية لما راح يستلم وحي الله أو وحي السماء، الوحي التوراة، عملوا ايه؟ 10 أيام فرقت معاهم بس، فرقت معاهم 10 أيام بس. كان موعدهم على شهر وتكملوا 40 يوم. ال10 أيام دول كانوا كفيلين ان بني اسرائيل عبدوا عجل من دون الله. 10 أيام العقيدة بتاعتهم ضربت، اتلوثت، اتغيرت، نصابين، كذابين، لا قيمة لهم ولا رجولة لهم ولا ثبات لهم على عهد وعلى مبدأ. ف10 أيام يا راجل، مين شاور لي على واحد يغير عقيدته بهذا الانحراف في 10 أيام فقط؟ هذا الكلام لا يحدث إطلاقا إلا من أمثال بنو إسرائيل. طيب إيه المبرر إن هم غيروا إن هم عبدوا العجل؟ تسمع المفاجأة، كارثة. المفاجأة إن هم اعترفوا إنهم حرامية، والله العظيم هكذا في القرآن. قال ولكن حملنا إيه؟ أوزارا من إيه؟ من زينة القوم. زينة القوم اللي هم القوم اللي هم مين؟ أهل مصر. الزينة اللي هو مين؟ ذهبهم. خدوا ذهب المصريين وخدوا الزينة اللي كانت بتتحلى بها نساء المصريين وقال لك يا رايح كتر الفضائح، وراحوا واخدينها وخلعين. فلما غاب عنهم عليه سلام الله سيدنا موسى قال لك بس يبقى الفلوس اللي سرقناها هي السبب في غياب موسى وهي السبب ان هو ده العجل، يبقى نعمل بها عجل نعبده، نعبده اعتذارا لله. يا صلاة النبي، فعملوا العجل. امال، ولذلك السامري بيقول لك ايه؟ وكذلك ألقى السامري، طلع حرامي من ضمن الحرامية. سرقوا فلوس، أموال، لصوص من اللحظة الأولى وهم بيوقفوا قدام البحر. لما يوم الخروج سيدنا موسى مش ضامن عقيدتهم، بيقولوا له إيه؟ ما هم عقيدتهم خربانة أصلا. قالوا إنا لمدركون، إحنا هنضيع. ما فيش في سيرة ربنا عندهم. لو خدت بالك من الجملة ما قالوش ربنا، ما قالوش يا رب، لم يستغيثوا بإله أبدا. إنا لمدركون، قال كلا إن معي. خدت بالك من كلمة معي اللي قالها سيدنا موسى؟ مش ضامن اللي معاه، والله ما ضامنهم، عارف إن عقيدتهم خربانة. قالهم إن معي ربي سيهدين. هكذا فعل موسى عليه السلام. دي لقطة غريبة، وإنما
الموقف هو هو وقفوا سيدنا النبي في الغار صلى عليه، ما سمعتش؟ صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الروضات الزكية والمقامات الثانية، من أدى الأمانة ومن بلغ الرسالة ومن نصح الأمة ومن كشف الغمة. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سيدنا بيقول لأبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إيه؟ مش معي. ما تركز وتوحد اللام مار. ما قالوش إن معي، ما لا معنا، أمتنا هي دي، كلنا متوكلون على الحي الذي لا يموت، إن الله معنا. إنما سيدنا موسى مش ضامن اللي معاه، قال إن معي مش معنا، إن معي ربي سيهدين. عدوا من البحر، اقرأ الإمام الطبري، اقرأ الخرطبي في الآية، اقرأ ابن كثير، أهو موجود ومتوفى، بيقول لك إن هم لسه رجليهم مبتلة بمياه البحر، رجليهم مبتلة من إيه؟ مياه البحر، يعني نجاة عجيبة خارقة للوجود. عدوا على ناس بيعبدوا شجرة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. والله العظيم بيقول لك وما زالت أرجلهم مبتلة بمياه البحر، وطلبوا الشرك وطلبوا معبود غير الله. غير بقى لما تقرأ القرآن، المح القصص القرآني، هو بيتكلم على الجنس ده، على الصنف الرديء، صنف من البشر الرديء. احنا بنتعامل مع أرض نوع من أنواع الإيمان العقدي في الحياة. لما حضرتك هؤلاء الناس الذين خربت قواهم وخربت زمامهم تمردوا على طعام ربنا، تمردوا على المن والسلوى، وطلبوا الفول والعدس، الفوم والعدس، وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقليها وقصائها وفومها وعدسها وبصل. قال لهم، قال اتستبدلون، هم دول الذي هو ادنى، هم دول بالذي هو خير، هم دول، اهبطوا مصرا. مصرا هنا مش جمهورية مصر العربية، يعني اي بلد، اي بلد، لان مصر يعني ممنوعة من الصرف، ما ينفعش تبقى مصرا، تبقى مصر. انما هنا الآية اهبطوا مصرا بلد، فان لكم ما سألتم. وهم اصلا خارجين من مصر، هيرجعهم مصر تاني؟ مش ممكن. فان لكم ما، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ده نوعهم. ده ربنا بيقول وكلما جاءكم رسول، كلما تفيد ايه يا اخوانا؟ تكرار والاستمرار وعدم الانقطاع. اسلوبهم بقى ولا مش اسلوبهم؟ حاجة جديدة عليهم ولا هم طول عمرهم كده؟ بما لا تهوى أنت رسول. انا مش بكلمك على والي من اولياء الله، معلش يا جماعة ركز معايا كده، ووحد الله ولا اله الا الله. ده بيكلم رسول على رسول. او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. ففريقا ايه وفريقا ايه؟ كذبتم وفريقا تقتلون. انت عارف يعني واحد، الواحد لو قال لك اعتدى على والي من اولياء الله ده انا يغمى عليا من الخوف. امال لما تعتدي على نبي؟ طب امال لما تقتل نبي؟ مش تعتدي، تذبح نبي. ده 17 نبي ذبحوا على أيدي هؤلاء العجائب البشرية. أنا عاوز أقول لحضرتك مفيش فايدة، جمح عطشانين مش ما يشربوش مع بعض، لا، كل واحد أرل، مفيش عنده حالة من حالات ما يشربوش مع بعض. فتنفجر 12 عينة، قد علم كل أناس، يعني ده مش وقت دلع، المفروض كلكم تشربوا من عين واحدة. إنما هم طبعتهم كده متجرزمين، حتى لحد دلوقتي تجدهم منقسمين على بعضهم البعض. المولى يقول تحسبهم جميعا، انما لا، وقلوبهم شتى. المولى قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. المولى قال بأسهم بينهم شديد. القرآن وصف، ريح دماغك، هذه صفاتهم وتلك نعوتهم وذلك ديدنهم وتلك طريقتهم وهذا أسلوبهم، لن يغيروه، لا تظنوا بهم خيرا، لا تتمنوا منهم برا، لا تنتظروا منهم سلاما، لا تفهموا لهم عهدا، لا تحترموا لهم ميثاقا،
لا تصدق لهم كلمة، هؤلاء لا أيمان لهم. انظر يا أخي بالله عليك لدرجة أن الله عز وجل قال لابد أن تأخذوا الميثاق، أخذوا يماطلون في ميثاق ربنا سبحانه وتعالى. قال له لا اتخذ كده على جنب يا موسى التوهرون، وراح رفع الجبل فوق دماغهم أهو، وإذ رفعنا الجبل فوق كأنهم ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا، لقوا الجبل فوق دماغهم، هتربقوا فوق دماغكم لو ما خدتوش الميثاق. قالوا خلاص سمعنا، راح منزل الجبل. قالوا عصينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسلوب لا يتغير، اسلوب ده انت لما تقرا في سورة البقرة بيتكلموا ازاي مع سيدنا موسى تبقى عاوز تروح تضربهم جوزين اقلام، بيتكلموا مع موسى بطريقة بيقولوا النبي انت بتهزر، في حد يقول للنبي انت بتهزر؟ ان الله لذلك لما راحهم لسيدنا موسى نعمل ايه في القتيل ده، مين اللي قتله، عايزين نعرف مين اللي قتله، قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، اول كلمة قال قالوا اتتخذونا هزوا، انت بتمزح بتهزر، انت بيقولوا النبي، انت فاهم يعني ايه واحد يقول للنبي انت تقدر تقولها لابوك، تقدر تقولها لشيخ، تقدر تقولها لواحد له حيثية في المجتمع، دول جمل نبي كريم اللي هو ايه نقيب انبياء بني اسرائيل، وبيقولوا انت بتهزر اتتخذونا هزوا، قال لهم انتوا ايه انتوا مجانين، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طب يسألوه ازاي انت حافظين السورة وحافظين الآية؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بيقولون بقرة، بقرة كلام ما فيهوش، محتاج ترجمة بالانجليزي، بقرة به قاف ره ته مربوطة، يقولوا ها ازاي بقرة، ازاي بقرة يعني ايه يعني يعني يعني، هو السؤال نفسه انت لو تأملت هتلاقي سؤال ساذج للغاية، يعني اي بقرة وخلاص هتنفذ الامر، انما لا، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين بلان، خدت بالك من كلامهم؟ خدتش بالك؟ واحد الله لا اله الا الله، بيقولوا له ادعوا لنا ربك، امال هو مش تبعكم ولا ايه؟ امال انتم مش تبعوا؟ ادعوا لنا ربك، يعني هو مش ربكم انت كمان؟ يعني بدل ما يقولوا ادعوا لنا ربنا يبين مثلا، ما قالوش ربنا. عرفت بقى، فهمت الرموز القرآنية لكشف الحالات الإنسانية، إزاي القرآن بيفضح النفس من لفظ، من حرف، من كلمة، من كلمة، راح حرف حرف يقول القرآن يفضح لك اللي قدامك، يقولوا ادعوا لنا ربك، كأنه مش تبعهم خالص، مش ادعوا لنا ربنا. طيب انتوا خدتوش بالكم، انا مع عاوزك تسرح معايا كده في اللي هقوله عشان ده كلام مهم، اوعى تسرح، اوعى تسرح، سرحان ولا مركز، سرحان ولا مش سرحان، السرحان يوحد الله، اه عوض علينا ربنا، ده كلام، ما توحدوا الله يا جماعة. العجيب، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، العجيب العجيب انه قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، طب ليه ما قال لهمش ان الله يأمركم ان تذبحوا شاة، جملا، فرخة، ديكا، بطة، لماذا اختار البقرة؟ واحد الله، لأنه كان يعلم أنهم عبدوا العجل في يوم من الأيام، فأراد أن يختبر عقيدتهم، هل يهون عليهم أن يذبحوا إلههم القديم أم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك؟ واحد الله، شوف التست، شوف الاختبار، هو عارف ان قلوبهم بيضة، نفوسهم فاسدة، عقولهم مريضة، علشان كده القرآن لما وصفهم اتكلم عن اعجب مشروب في تاريخ القرآن. طول عمرك تسمع عن مشروب برتقان، مشروب عرقسوس، مشروب مية، سمعت عن مشروب اسمه مشروب العجل، مشروب العجل، عين جيم لام، قالها كده ما بألفش، ربنا قال وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، نفوس مريضة تشربت نفوسهم بعبادة العجل. فعاوزين نختبركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وروني بقى، آه هم سمعوا كلمة بقرة قال لك الله
انت بتفكرنا بالماضي بتاعنا ولا ايه؟ انت يعني بتعمل اسقاط على اللي احنا كنا فيه، اتتخذنا هزوا بتهزأنا يعني؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. عشان كده جات لهم حالة تباطؤ في تنفيذ الامر. الكلام يطول شرحه ومش عاوز اطول، لان الكلام ده كلام يوجع القلب والمرارة. لو تتبعت بني اسرائيل تستغرب، تتبعت بني اسرائيل في قتلهم الانبياء وفي تطاولهم على الانبياء وعلى تجاوزهم في حق الانبياء وفيما فعلوه مع سيدنا موسى اللي يعني اصابوه بحالة غضب مرارا وتكرارا الى ان كسر الالواح من شدة غضبه عليه السلام، لحد ما اختار منهم النقباء السبعين الخلاصة الخلاصة، ويقوم ياخد النقباء السبعين ويقولوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم حاجة، شيء عجيب. فما تنتظروش إلا أنها معركة تاريخية أمدية صرمدية، ما دامت السماوات والأرض، ما دام الليل والنهار. إنما إخواننا وأهلينا بنقول لهم رسائل القرآن وقوانين القرآن للحفاظ على الأوطان، قوانين القرآن للحفاظ على الأوطان اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدم فيها لفظ حسبتم أم حسبتم. انتوا فاكرينها الآية 214 سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. انتوا فاكرين الحفاظ على الأوطان ده نزهة ولا لعبة سهلة؟ محتاجة دم، محتاجة معافرة، محتاجة قوة، محتاجة حماس، محتاجة التفاف حوالين قيادتكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. اللي انت شايفه هو اللي في القرآن، اللي انت شايفه هو اللي في كتاب الله، اللي انت شايفه هو الذي وعدك الله به. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وزلزلوا. شوف القرآن استخدام كلمة وزلزلوا اللي استخدمها للمؤمنين في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا في البقرة 214 نفس اللفظ، مساتهم البأساء اللي قبليكم والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ مش سؤال، ده استعجال. احنا هم ضامنين النبي واللي معاه عارفين ان النصر جاي، انما مستعجلينه. متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. اعظم بشارة من القرآن. صدق القرآن وطبقه على كل ما تراه عيناك. الا ان نصر الله قريب، هذا وعد القرآن الذي لا يتخلف ابدا. حتى لو تكالب اهل الارض على سكان غزة، على سكان فلسطين، سينتصرون، ورب الكعبة سينتصرون، وسيهزم الجمع ويولون الدبر، لأن الله تبارك وتعالى ينصر المستضعفين في هذه الأرض. لذلك في آل عمران يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إخوة الإيمان والإسلام، إنها معركة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين حماة الأوطان وأعداء الوطن. فحافظوا على وطنكم واعلموا أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة وطن آمن ونعمة أمن دائم ونعمة تمكين للدين في هذا الوطن بفضل رب العالمين، ونعمة قائد حفظه الله. الرئيس عبد الفتاح السيسي أمد الله له في عمره وبارك له في صحته وعافيته ورزقه بطانة الخير ووفقه لكل خير، ولجيش نثق فيه ونجدد بيعتنا له، فنسأل الله له الحفظ والأمان يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم احفظ شرطتنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،
اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم فرق شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، بيدك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة العطرة من مولانا فضيلة الشيخ خالد الجندي، الذي طوف بنا حول قيمة الوطن، والذي طوف بنا كذلك حول أسلوب وطريقة بني إسرائيل منذ قديم الزمان وإلى هذا الزمان كذلك، وإلى أي مدى يجب علينا أن نحافظ على أوطاننا وأن نلتف صفاً واحداً حول قياداتنا ومؤسساتنا، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. مستمعين الكرام، اسمحوا لي قبل أن نتحدث وأن نستمع إلى كلمة مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، نرحب سوياً بمعالي المستشار علي عمارة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبالسادة العلماء أئمة المساجد الذين جاءوا وحضروا معنا في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك. مستمعين الكرام، جاء الآن الدور إلى أن نشنف آذاننا بكلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإنه لشرف كبير وسعادة غامرة أن نجتمع في هذه الساحة المباركة لنفتتح ونبتدئ موسماً ثقافياً جديداً تقيمه وزارة الأوقاف في بيوت الله عز وجل، ومجلسنا هذا يدور في أشرف بقعة وهي ساحة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. وإذا كان من الواجب علينا أن نشكر أصحاب الفضل في هذا الخير الذي نعيشه، فإنني أود في بداية هذا الحديث أن أوجه شكراً خاصاً لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا المشروع الدعوي الضخم الذي يحفل بأنشطة عديدة لا تقتصر على هذا المجلس، بل تعم أمثاله ونظائره في كل بيت من بيوت الله على أرض مصر العامرة، أرض مصر المباركة، أرض مصر التي حملت رسالة الإسلام وحفظتها من الدخيل ومن الوضع ومن التغيير والتبديل، وأوصلتها أمانة سليمة خالية إلى كل المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي منذ أن نزلت هذه الرسالة وحتى وقتنا هذا. وستظل مصر هي مبلغة الإسلام الصحيح إلى العالم أجمع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فشكر الله لمعالي الوزير هذه الجهود الطيبة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعاً لاتباع هدي الدين الحنيف، لنكون على وعي بما يدور حولنا، وحتى نتزود بما يريد القرآن أن يزودنا به من وعي وصلاح وتقى ويقظة، لنكون على بينة من أمرنا، وحتى نكون على رؤية وبصيرة مما يدور حولنا. فإن المؤمن لا يمكن أن يؤتى وهو في أحضان الإسلام وفي أحضان تعاليم الله عز وجل.
والكلام عن الوطن ذو شجون. كلمة الوطن تأتلف من ثلاثة حروف: واو وطاء ونون. يقال معناها وطن أي سكن واستقر وهدأ وسعد، وهذا حق، فإن هذه الكلمة التي تأتلف من ثلاثة حروف معناها الطمأنينة، معناها الإحساس بالأمن، معناها الإحساس بالسعادة، معناها الإحساس بالراحة. والإنسان يشعر بهذا المعنى كلما غاب عن بلده، فإذا سافر الإنسان إلى أي بلد في العالم حتى ولو كان هذا البلد مشهوراً بالرفه والتقدم ومنتجات الحياة المعاصرة، فإنه مهما ظل فيه يشعر بأمر خفي بداخله يدعوه أن يعود ثانية إلى بلده، ولا يرتاح أبداً، لا يمكن أن يرتاح أبداً إلا إذا وصل إلى بلده واستقبل من أهله وذهب إلى بيته واطمأن على أولاده وعلى جيرانه وعلى أحوال إخوته وعلى جميع من يعنيهم أمرهم، من يعنيه أمرهم على الأرض أو في البلد الذي يعيش فيه أو في الوطن الذي يستقر عليه. الوطن نعمة من أجل نعم الله على الإنسان، والإنسان بدون وطن يمكن أن يطلق إليه مشرد، لا يرى مكاناً يرجع إليه. كون أنك أنت تنتمي إلى بلد له حدود وله معالم وله وجود في خريطة الدنيا، هذا شرف كبير ونعمة كبرى من الله عز وجل على الإنسان، لا يمكن أن يشعر بها إلا من فقد وطنه وفقد بلده. الذي فقد وطنه لا يمكن أن يشعر بالأمن، ولا يمكن أن يشعر بالسعادة، ولا يمكن أن يشعر بالراحة، بل ولا يمكن أن يشعر بالكرامة، لأنه إذا نزل إلى بلد وهو لا ينتمي إلى بلد قد جاء منه فإنه لا يمكن أن يدخل هذا البلد، وإذا دخله سيكون عالة على أهله وغير موقر منهم. وبالتالي وطنك هو الذي يعطيك العزة، هو الذي يعطيك الكرامة، هو الذي يعطيك الأمان، هو الذي يعطيك الراحة، هو الذي يحفظك في نفسك وفي مالك وفي أهلك. ولذلك لا نعجب أن نجد أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوطان، أي المكان أو البقعة من الأرض التي يعيش عليها الإنسان، ووطن الإنسان هو ذلك القطعة التي المحددة على أرض الله عز وجل. وطني هو تلك القطعة المحددة على أرض الله تبارك وتعالى، وهي المعروفة بحدودها المحددة الآن بما فيها كل بقعة وكل ذرة وكل شبر مما نراه على خريطة أم الدنيا على في الخرائط التي نراها. وطني هو هذه الحدود، وطني الذي أناط الله بي حفظه والمحافظة عليه والاعتزاز به، هو ذلك الوطن الذي يأتلف من حدود معروفة. وأذكر أننا وقت أن كنا نضع الدستور سنة 2014 وصلت الاعتزاز بأرض مصر حداً جعل هؤلاء الذين اجتمعوا لوضع الدستور كانوا يريدون أن يضعوا خريطة مصر في أول صفحة من صفحات الدستور بهذه الخريطة المعروفة، وكان هذا الرأي رأياً راجحاً ومرتفعاً في لجنة الخمسين، لولا أن بعض الآراء قالت إن حدود مصر مرسومة في قلوب أهلها قبل أن تكون مرسومة على الخرائط، وهذا حق. فإن كل شبر من أرضنا، كل شبر من أرض مصر، كل ذرة من تراب مصر المحددة الآن والمعلومة بما فيها أرض سيناء وأرض مصر في شرقها وغربها وشمالها بمائها وبحارها وتحتها، هذه مرسومة في قلوب كل مصري، لا يمكن أن يفرط في ذرة من تراب هذا البلد، لا يمكن أن يفرط، مش في متر من الأرض، لا يمكن أن يفرط في شبر، بل لا يمكن أن يفرط في ذرة من تراب. والله أوجب علينا ذلك، هذا ليس أمراً فطرياً في النفوس، ولكنه واجب شرعي أمرنا الله به. أمرنا الله أن نحافظ على بلدنا وأن نحافظ على كل ذرة من ذرات هذا البلد، فلم يسمح لنا بالتفريط. بل تتأمل الأحكام الشرعية التي توازن بين حق الإنسان في الحياة وبين سلامة الوطن، تجد أن هذه المعادلة إذا تحققت في حياة الإنسان
هنا يتدخل الحكم الشرعي بأن يرجح مصلحة حفظ الوطن على مصلحة حفظ النفس. ولذلك كان من الفروع الفقهية التي حفظناها ونحن في مبتدأ حياتنا أنه إذا هجم عدوك على بلدك وجب عليك أن تدفعه، بل وجب على جميع الناس أن يدفعوا هذا الأمر. تخرج المرأة بغير إذن زوجها، ويخرج الولد بغير إذن أبيه، ويخرج من يعمل في عمل دون إذن من يعمل عنده. ليه؟ لأن الخطر إذا عم وجب على جميع الناس أن يدفعوا هذا الخطر. طب افرض إنهم تعرضوا للقتل، يقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الوطن، وذلك هي معنى الشهادة. معنى الشهادة التي مجدها الإسلام ورفع شأنها وقدرها هي تلك التي تتعلق بالأرض التي تعيش عليه. إذا تعارضت حياة الإنسان مع المحافظة على بلده، لا، ترجح سلامة البلد على حياة الإنسان، ويكون للإنسان عند الله عوضاً لا يدانيه عوض، حيث يعوده جزاء ما قدم لبلده أن يكون شهيداً في الجنة، يستمتع بما أعده الله للشهداء من الخير والنعيم في الآخرة، وبما تغبطه عليه الملائكة. وبالتالي فإذا قلنا إن الوطن يساوي حياة، هذا حق، والأحكام الشرعية توضح هذا المعنى وترجحه. وطني يساوي حياتي، بل إن حياتي لا تساوي ذرة من تراب هذا الوطن. ولذلك يجب علينا أن نكون يقظين من هذا الأمر. ظهرت بعض النعرات التي تقول إن الوطن بلاد الناس كلها وطن الإسلام. أي وطن؟ هذا دجل، هذا كلام فارغ. وطني الذي أعيش فيه، المحدد بحدودي أنا، الذي أخضع فيه لرئيسي، والذي أخضع فيه لحكومتي وشرطتي ومن يقومون على أمري وعلى خدمتي، هذا هو وطني. وطني المحدد بعلمه، والمحدد بحدوده، والمحدد بحكومتي، والمحدد برئيسه، والمحدد بجميع إداراته وهيئاته ومحافظاته، هذا هو وطني الذي يتعلق به حسابي أمام الله عز وجل. أما شيوع الفكرة بما يضيعها في أذهان الناس فهذا ليس من دين الله عز وجل، وهو لا يمكن أن يكون محدداً بمعنى الوطن الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. المحافظة على الوطن تقتضي أن تكون هناك يقظة كاملة ووعي تام. كلما تعرضت البلاد للفتن تجد أولئك الذين يريدون أن ينالوا من الأوطان يروجون لأفكار يريدون بها أن يزعزعوا ثقة الناس. ولذلك من الواجب علينا أن نكون متماسكين في مثل هذه المواقف، والله عز وجل يأمرنا بذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منكم. وبالتالي يجب علينا أننا إذا استمعنا إلى وشاية أو أراد أحد أن يفط في عضودنا أو أن يفرق كلمتنا أو أن يضحك علينا بكلام يريد من خلاله أن يتسلل إلى أمننا أو إلى بلدنا أو إلى حدودنا، علينا أن نكون يقظين تماماً، لأن المسألة أمر جد لا هزر فيه. وكما قلت فإن كل ذرة من تراب بلدي تساوي حياتي، كل شبر من أرض بلدي لا يمكن أن يسمح فيه بالمساس أو أن يدوسه أجنبي أو غريب، لأن وطني هو حياتي وهو كرامتي وهو موئل أحكام الله عز وجل. كلما كان الوطن عزيزاً كلما استطعنا أن نقيم ديناً عزيزاً عليه. ولا يمكن أبداً أن يستقر الدين في وطن لا كرامة له. أيها السادة الكرام، الوطن إذا تعرض للأذى أو للضياع فإن جميع أحكام الإسلام تسقط. لا يستطيع أحد أن يأمن على عرضه، ولا يستطيع أحد أن يأمن على ماله، ولا يستطيع أحد أن يأمن على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يأمن على ابنته أو زوجته، ولا يستطيع أحد أن يأمن على أي مقصد من مقاصد الإسلام التي أمر الله بحفظها: حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. كل هذه المصالح الشرعية التي نزل الإسلام من أجلها وأمر بالمحافظة عليها، إذا تعرض الوطن للخطر سقطت كل مقاصد التشريع وسقطت كل المصالح الشرعية التي أمر الله بالمحافظة عليها. ولذلك فإن نصرة الوطن نصرة لدين الله عز وجل، والتفريط في حق الوطن تفريط في دين الله عز وجل. وليخطر الإنسان هذا الأمر، وعلينا أن نحذر من أولئك الذين يلبسون مسوح الإسلام ويحاولون أن يفتوا في عضدنا بأكاذيب ملونة لا تمت إلى الإسلام بصلة. كل أمر يخرج الإنسان عن هذه المعتقدات
القوية التي تتعلق بحب الوطن والدفاع عنه، كل أمر يخالف ذلك المعنى هو أمر مخالف للإسلام، ولا يجوز لنا أن نلتفت إليه مهما قاله أولئك الذين يتمسحون بالإسلام أو يرفعون شعارات إسلامية أو ما إلى ذلك. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، نحن الآن في وقت يقتضي منا الحذر، وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن يكون كل واحد كل واحد منا يقظا لما يدور حوله ولما يجري. بعض الناس يريدون أن يدهلزوا كلاما باسم الإسلام، وهم يريدون أن ينالوا من أي قدر من أرض هذا الوطن. نحن لهم بالمرصاد. لا يمكن لإنسان شريف يحب بلده ويحب وطنه ويحب دينه أن يفرط في ذرة من تراب مصر. نحن يقظون ونحن ساهرون، ونحن إن شاء الله ماضون في المحافظة على هذا البلد الأمين، لأن المحافظة على مصر هي حفظ للإسلام. مصر هذه إذا تعرضت لأي أذى فإن الإسلام نفسه هو الذي يؤذى. إن الأزهر الشريف الذي ارتفعت مآذنه على أرض هذا البلد الأمين هو الذي حفظ الإسلام، وهو الذي بلغ رسالة الله إلى العالمين. لا، لم يبلغ الإسلام من جزيرة العرب، وإنما بلغ الإسلام من أرض مصر، من الأزهر الشريف الذي ظل على مدار أكثر من 1000 سنة يحمل هذا الدين إلى كل بلاد الدنيا، من خلال مصر ورجال مصر وعلماء مصر وساسة مصر وقواد مصر وجيش مصر وشرطة مصر ورئيس مصر. وكل إنسان شريف يعيش على أرض هذا البلد له فضل في أن يذكر فيشكر عليه، وعلينا أن نكون يقظين لهذا الأمر، علينا أن نكون بالمرصاد لمن يحاول أن يفت في عضدنا أو أن يدهلز نفسه إلينا بكلام يمت إلى الإسلام، والإسلام بريء منه ومما يقول. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، وانصر العرب والمسلمين على كل من يعاديهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا على كل من يعادينا يا رب العالمين، اللهم انصرنا على من يعادينا يا رب العالمين، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جيشنا لطاعتك ولتحقيق واجباته التي أمرت بها يا رب العالمين في المحافظة على أرض هذا البلد، واحفظ شرطتنا لتدافع عن أمن هذا البلد، واحفظنا جميعا من كل مكروه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا واستمتعنا إلى كلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الذي طوف بنا حول قيمة الوطن وإلى أي مدى لابد أن نشحذ هممنا لمزيد من المحافظة على كل ذرة في تراب الوطن، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. إخوة الإيمان والإسلام، لا يسعنا في نهاية هذه الليلة الطيبة المباركة إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف، الذي جعله الله تعالى سبباً في إقامة مثل هذه الندوات والمؤتمرات والمحاضرات. والشكر كذا موصول إلى الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، ومعالي المستشار علي عمارة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الليلة أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، أن يجبر بخاطرنا وأن يسر أمورنا، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن نلتقي بكم في لقاء قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.